طيب هنحل المسألة التانية، تمام؟ هي نفس فكرة المسألة الأولى بس معكوسة. الأولانية جاب لي ديسيمال وقال لي حوله لي باينري، هنا عندي الباينري وعايز أحول للديسيمال. ديكود ذا بيت باترن الرقم ده into equivalent decimal value using IEEE method، تمام؟ يعني حول من الرقم ده أو أعمل ديكود فك شفرة الرقم ده وحوله لإيه، للنظام الديسيمال. طيب المسألة دي سهلة يا جماعة، بس الأول عايزين نعرف شوية حاجات معينة بنعملها مع بعض. أول حاجة بنحدد فين الساين، فين البت اللي بناخد الساين. طبعا زي ما انتوا عارفين أول بت هو بت الساين، طالما واحد يعني معناها إشارة سالبة، لو كان صفر إجابة إشارة موجبة. وزي ما انتوا عارفين بنسيب 8 للبت، 8 بت للإكسبوننت، أوكي؟ أدي 8 بت للإكسبوننت، تمام؟ والباقي ده كله بيبقى ايه، عبارة عن ايه، فراكشن او منتسة، تمام؟ بيبقى عبارة عن منتسة او فراكشن، تمام؟ ده بالنسبة للسؤال بتاعنا اللي احنا هنجاوبه دلوقتي. فتعالى كده هنعمل اول خطوة، هنسميها خطوة رقم واحد، تمام؟ خطوة رقم واحد هنعمل فيها كالتالي، هنحط تحت ساين واحد كده، ايه، عملنا واحد للساين. بعد كده هنسيب 8 للإكسبوننت اللي هو هيبقى 1 0 0 0 0، تمام؟ 0 0 1 دول 8، صح كده؟ ادي 1 2 3 4 5 6 7 8، مظبوط كده. وهنسيب بقى الباقي للفراكشن اللي هو يبقى عبارة عن ايه بقى، الفراكشن بتاعنا هيبقى عبارة عن الرقم الباقي ده كله، 0 1 0 0 1 0 0 وهكذا لغاية الآخر، تمام؟ ده الرقم بتاعنا يا شباب اللي هنشتغل عليه. طيب هنخش على تاني جزئية أو تاني مرحلة، هنشوف هنعزل الفراكشن لوحده والإكسبوننت لوحده، نعزلهم على جنب عشان بس نبقى ايه، نشتغل اسهل او ننظم خطواتنا بشكل احسن يعني، تمام؟ ادي 2، تاني خطوة هنكتب الفراكشن بيساوي، تمام؟ احنا طبعا الإشارة سالبة، هنحط إشارة الفراكشن بالسالب، سالب، تمام؟ هنحط إشارة الفراكشن بالسالب، تمام؟ وبعد كده هناخد الفراكشن نفس اللي هو 0 1 0 0 1 0 0 لغاية الآخر، تمام؟ ده بالنسبة للفراكشن. تاني حاجة هنكتبها تحت الفراكشن الإكسبوننت، تمام؟ طيب الإكسبوننت بتاعنا هيبقى عبارة عن إيه؟ نكتب حرف الـ E رمز الـ exponent، تمام؟ بيساوي E بيساوي، تمام؟ اللي هو عبارة عن 1 0 0 0 0 0 1، 8 بيتس بتوعنا، تمام؟ طيب تالت خطوة هنعملها مع بعض عبارة عن، هنكتب الرقم بتاعنا اللي هو واحد، اللي هنكتب الاكسبوننت عشان نحوله من نظام هو في النظام الباينري دلوقتي الاكسبوننت، تمام؟ عايزين نحوله للنظام العشري، فالمفروض بقى بكتب الرقم كده اللي هو بتاع الاكسبوننت وبحط الويت فوقه، تمام؟ او ممكن نوسع المسافات شوية بحيث ان انا اقدر ايه، ماشي، بحيث ان انا اقدر احط بيه فيها البيتس، تمام كده. انا ايه وساعات عايزين نحط بطريقة عشان ده في النظام العشري يا شباب، تمام؟ عشان تبقوا عارفين ده في النظام، سوري، في النظام الثنائي
عايز اجيب له النظام العشري، فعشان احوله للنظام العشري بجيب له الود، فبحط 128، بعد 128 بحط 64، ماشي 64، وبعد 64 بحط 32، تمام، وبعد 32 بحط 16. يعني احنا المفروض نبتديها بالعكس، بس يعني عشان خاطر ايه الكيبورد ماشي معايا من الشمال لليمين، تمام. 16، بعد كده 8، بعد كده 4، بعد كده 2، بعد كده بحط آخر حاجة 1، تمام. ده الويت بتاعنا يا شباب، حلو. 128، 64، 32. فأنا هنا عندي في واحد تحت 128 وواحد تحت الواحد، يعني كله بيساوي كام على بعضه؟ بيساوي 129. بطرحهم الأكسس بتاعي اللي هو زي ما احنا اتفقنا، لو رايحين من الباينري، للديسيمال بنطرح، لو من الديسيمال للباينري بجمع، فاحنا رايحين من الباينري للديسيمال، تمام. فبطرح 129 ناقص 127 اللي هو الاكسس بتاعنا، هيطلع موجب 2، تمام. اشارة موجبة 2. وصلنا لغاية دلوقتي. يعني ايه اشارة موجبة 2؟ يعني هنتحرك خطوتين ناحية الشمال ناحية الانتجر، تمام. ده في النظام العشري، حلو الكلام. بعد كده بكتب القانون، رابع خطوة بكتب القانون بتاعي اللي هو عبارة عن 1.fraction، تمام، في 2 أس إكسبوننت، هكتبها في الآخر بس مفيش مشكلة، تمام، اللي هي هتبقى، احنا اتفقنا ان هو في اشارة سالبة في الاول قدام الفراكشن، فهنحط نفس الاشارة السالبة بتاعتنا، تمام، وهنحط الواحد اللي هو ثابت القانون، تمام، وبعد كده هحط بوينت 0.0001، تمام. ده المفروض مضروب في ايه؟ في 2 اس 2 اس موجب 2 مضروب، خلينا احط الضرب دي احسن، تمام، 2 اس 2، تمام. طيب طالما 2 اس 2 يعني انا باخد حركتين اتجاه الانتجر، يعني هي المفروض اساسا كانت تبقى فيه حركتين اتجاه الانتجر، تمام، او هو واخد حركتين اتجاه الانتجر، فهعمل له عملية معاكسة، تمام. الحركتين اللي اتجاه الانتجر دول هرجعهم تاني. وصلت يا شباب؟ يعني انا في المسألة اساسا كنت كده متحرك حركتين اتجاه الانتجر، فانا محتاج ارجع الحركتين اللي انا اتجهتهم اتجاه الانتجر، يعني همشي حركتين ناحية الفراكشن، تمام؟ يعني العملية هنا معكوسة، فهحط سالب واكتب الرقم بتاعي، حط سالب واكتب الرقم بتاعي، حركتين يعني 0 1، هاخد العلامة 0 1، هاخد حركتين اللي هو 0 هنا والواحد هنا، هرجعهم تاني. يعني هو في الأول كان واقف عند 0 0 1 واتحرك حركتين ناحية الفراكشن، أنا هرجع الحركتين دول تاني، أحط البوينت بتاعي، تمام، وبعد كده أحط إيه 0 0 1، حلو الكلام. طيب أنا ده بقى الرقم بتاعي، ده بقى الرقم بتاعي، هحط له الويت، هحط الويت هنا، هنا هتبقى 4 4 2 1، بعد كده الويت هنا -1 -2 -3، تمام،
اللي هي دي بتبقى يعني زي ما قلت لكم بتبقى محفوظة 125.